أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم عصمنا من الشيطان الرجيم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أخواني أخواتي أحبتي في الله، نحن على وشك أن نستمع لأذان الفجر من ساحات بنيان المسجد الأقصى المبارك. سيرفع الأذان فضيلة الشيخ الشاب بلال أبو الضبعات في موازين حسناتكم إن شاء الله، فكونوا معنا يرحمنا ويرحمكم الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء السلام وتنزع الملك من تشاء وتنزع Thank you.
وتخرج الميت من الحياة وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. محمد رسول الله. يا سلام يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب رحمك يا رب العباد يا مولانا
من خفض الكريم الرحيم فلا يرضى. لئن آمنت عيون الناس عنا فعينك عن عبادك لا تنام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مرحبا بذكر الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. مرحبا بذكر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه السلام. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصلاة والسلام. حي على الصلاة. ولا قوة إلا بالله. ولا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياه. خلصين له الدين ولو كره الكافرون. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح.
قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، خلصين له الدين ولو كره الكافرون. الصلاة وبررت وأثنيت وبلغت يا حبيبي يا رسول الله، الصلاة خير من النوم. الصلاة صدقت وبررت وأثنيت وبلغت يا حبيبي يا رسول الله، الصلاة خير من الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا حقا وصدقا ودائما وابدا وعدلا ويقينا لا اله الا الله. والسلام. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم رب صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى اله وصحبه رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عليه الصلاة والسلام. يبارك عمرك أخوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صل عليكم السلام عليه الصلاة والسلام. يبارك عمرك يحفظك إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا والدرجة الرفيعة التي وعدته، واجزه عنا خير الجزاء إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم،
ولا تعذبنا يا مولانا، فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم اجعل لنا لسانا ذاكرا، ونورا ساطعا، وقلبا خاشعا، وعلما نافعا، وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه، والشفاء من كل داء، والنصر على الأعداء. اللهم انصر أقصانا، وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين في كل مكان، فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر يا مولانا منهم أحدا. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنه أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك مما استعاذ عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك مما سألك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أخواني أخواتي أحبتي في الله، إن شاء الله نعود لكم بتسجيل آخر منفصل لصلاة فجر هذا اليوم الخميس من هذا المكان الطاهر المبارك المسجد الأقصى المبارك. بارك الله لكم وفيكم وعليكم، وأكرمكم وثبتكم وهداكم، ووفقكم لما يحب ويرضى، عانكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأدخل السكينة والسرور والسعادة على قلوبكم وقلوب أحبتكم في الدنيا والآخرة. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.